لن نشارك في الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس. عون يقدم لجنبلاط رؤيته للبنان. لا مقتنع أنه الجنرال عون عنده حيثية أساسية في الترشح. السيد ينتصر على غريمه. كان كاذباً وكان مفترياً. الجيش يعزل عرسال عن جرودها ويقيم الحواجز. أوباما: قواتنا لن تقاتل في العراق. صباح الخير. وجهت ما يسمى الدولة الإسلامية ولاية دمشق قاطع القلمون تهديدا بذبح جندي لبناني من العسكريين المحتجزين لديها خلال 24 ساعة. وقالت في بيانها أن الحكومة اللبنانية لا تملك قرارها، وأنه نتيجة كذبها ونفاقها وخلق الحجج للمماطلة بالمفاوضات لا يوقف عن التنفيذ إلا صدقكم. في هذا الوقت السياسيون يمارسون أوسع عملية تجيل ستفضي إلى تجديد شبابهم. رشوة التمديد، جلسات تشريعية، تعالوا إلى ساحة النجم نخلط خير هذا في شر ذاك، وإذا الله قد عفى لكن لا خير فيما وقع. طلائع المقايضة لاحت عن قرب، دنت المسافة بين عين التين ومعراب، وبدأ التنسيق بين المستقبل وأمل والاشتراكي، ويروج لكلام عن جلسة تشريعية لمجلس النواب في غضون أيام. وتنسيق المرحلة دفع إلى زيارة قام بها العماد ميشيل عون لدارة النائب وليد جنبلاط، لكن لا يجتمع زعيم على رئيس إلا وكان رفض التمديد ثالثهما. كلهم لا يريد هذه الكأس، بيد أنهم يعدون العدة للاستيطان مرة ثانية، علما أن المستوطنين من النواب كلفوا الدولة من خلال ولايتهم الأصلية 266 مليون دولار وفق دراسة أجرتها الدولية للمعلومات. وقد أقيمت في 5 سنوات 16 جلسة تشريعية أقرت 218 قانونا، أي أن تكلفة القانون الواحد بلغت 1,200,000 دولار. يصلح في هذه الأرقام أن تقوم الرعية الناخبة بتطبيق التجربة الأوكرانية، لكن ليس على نائب واحد، بل تعميمها على أعضاء مجلسنا النيابي الموقر. والتجربة هذه سهلة التنفيذ، وتقوم على أن مواطنين أوكرانيين غاضبين رموا أحد نوابهم في حاوية للقمامة ورشوا عليه الماء. أصدرت الدولة الإسلامية ولاية دمشق قاطع القلمون ليلا بيانا فيه تهديد للحكومة اللبنانية، وأعلانها أنه خلال 24 ساعة من إصدار البيان ستقوم بذبح جندي لبناني بحسب ما أعلنت وكالة الأناضول. واتهمت الدولة الإسلامية الحكومة اللبنانية بأنها لا تملك القرار ولا تهتم للجنود المحتجزين لديها. وأضاف البيان أن هذا الإعلان يأتي بسبب كذب الحكومة اللبنانية ونفاقها وخلق الحجج للمماطلة بالمفاوضات وعدم الالتزام بالوعود. وختم البيان: لن يوقفنا عن التنفيذ إلا صدقكم إن كنتم صادقين. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه عن إقدام عناصر مسلحة على خطف المعاون أول في الجيش كمال الحجيري واقتياده إلى جهة مجهولة، وذلك أثناء زيارته مزرعة عائدة إلى والده في خراج بلدة عرسال. كما أعلنت عن إقدام حشد من الأشخاص على التجمهر قرب حاجز للجيش في محلة وادي الحصن والتهجم على عناصره ومحاولة الاعتداء عليهم. وقد رد العناصر بإطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة خالد الحجيري بجروح، كما جرى توقيف 5 من المعتدين. وفي عرسال أقام الجيش حواجز بين البلدة وجرودها لإغلاق كل الممرات التي يستخدمها الإرهابيون. تقرير رشا الكرم. منذ أكثر من 2.5 شهر والجيش يعمل لحصر المسلحين الإرهابيين في جرود عرسال وإبعاد أي مواد حيوية عنهم،
فبعدما كان حاجز للجيش قائما في منطقة وادي عطا، سيطر الجيش على تلة الحصر منذ أسبوعين تقريبا. ويوم الثلاثاء تمكن الجيش من وضع حاجز له عند نقطة الحميد وأخرى في المصيدة ليغلق على نحو شبه كامل الممرات التي كانت المجموعات الإرهابية تسلكها للوصول إلى الجرود، تطور كيف يقرأ عسكريا. الخطة الحالية اللي عم يتبعها الجيش مشكورا بإمكانياته المحدودة. جواب كمان على سؤالك، الجيش عم يتقدم جيدا، إنما هل هذا كافي؟ الجواب لا. نحن قادمين على فصل الشتاء، أنا ما بعتقد أنه هذه المجموعات ستبقى حيث هي، وحتى إذا ضيقنا عليها الخناق والحصار لن تبقى حيث هي، ستقوم بعمل عسكري ما، وهو المتوقع هجوم أو الخروج من هذا الواقع والهجوم على منطقة البقاع. يسبقها قصف بالصواريخ على عدة قرى مثل راس بعلبك، مثل اللبوة، مثل القاع، مثل الفاكهة، مثل جونين، وأنا أتوقع هجوم. السؤال، هل هذه الحواجز اللي عم بينصبها الجيش تمنع الهجوم؟ الجواب لا، الحواجز بتمنع المرور والتسلل، إنما إذا قررت هذه المجموعات القيام بهجوم أنا بعتقد الحواجز مش هي المانع لهذا الهجوم. بين عرسال البلدة وجرودها أراض زراعية هي مصدر رزق لأصحابها اللبنانيين، ولكن الجيش عمد إلى منع مرور أي شخص سوري إلى الجرود، إذ لا هدف لذلك سوى الوصول إلى مكان انتشار الإرهابيين. أما المزارعون اللبنانيون فيتم التدقيق في حمولاتهم منعاً لنقلهم مواد غذائية أو محروقات أو أسلحة إلى المجموعات المسلحة، تصرف دفع بحسب ما أفادنا مراسلنا في البقاع شو إسعيد عدداً من المواطنين إلى قطع طريق أرسال قرب المستوصف، رفضاً لعدم سماح الجيش لهم بإدخال مادتي المازوت والبنزين باتجاه الجرد حيث يتمركز المسلحون. هلأ بتضعفوا إلى حد ما، بس ما عم تقدر حتى هذه الساعة، مثل ما قلت لك في كذا ألف ربطات خبز عم تنطلق كل يوم، في ناس مين اللي عم بيقوم فيها؟ أو سوريين من عرسال، أو بعض أبناء أهل عرسال، أو المجموعات المسلحة اللي عم تفوت على عرسال عم ترجع تطلع. إذا وجود الحواجز بتضيق عليهم، إنما يمكن ونحن على مقرب من فصل الشتاء تسرع بعد ما يشعروا فعلا بضيق، وإذا الجيش السوري من ناحيته ضيق عليهم حتما بدهم يلاقوا منفذ ما. يجب الاستعداد لإمكانية هجوم لهذه القوى على القرى في منطقة البقاع، سواء كانت هذه القرى شيعية سنية أو مسيحية. يسأل العميد الركن ما المانع من تفعيل معاهدة الدفاع والأمن بين لبنان وسوريا، وطلب الجانب اللبناني إلى الطيران السوري القضاء على الإرهابيين في أماكنهم ومنع حدوث معركة جديدة على الأراضي اللبنانية وبدماء عناصر الجيش. لماذا الانتظار ما دامت الأفعال كثيرة والمطلوب واحد؟ رشا الكرم، قناة الجديد. أكد الرئيس سعد الحريري في تغريدة عبر تويتر أن كلاما كثيرا سيقال عن صفقة للتمديد للمجلس، لكن لا صفقة ولا من يحزنون. وقال الحريري لن نشارك في الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، داعيا الفريق الآخر إلى إنهاء الفراغ في الرئاسة، وأضاف نحن على استعداد لأي استحقاق آخر، وخلاف ذلك هناك رهان على المجهول وربما السقوط في الفراغ التام. عون زار جنبلاط في كليمنسو، والحديث تركز على التمديد للمجلس النيابي والحرب على داعش. أن لا يحضر الملف الرئاسي في لقاء زعيمي التقدمي والتيار، ففي ذلك دلالة على أن التمديد للمجلس النيابي أمامهما والرئاسة وراءهما. العماد ميشيل عون رد الزيارة للنائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنسو. لقاء 60 دقيقة كان كافياً للاتفاق على وضع خريطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة. بعتقد كان عندنا نظرات يعني متقاربة أو متطابقة بمواضيع الأحداث اللي عم تصير بلبنان. بموضوع الرئاسة أو بالتمديد؟ أنا رأيي ضد التمديد.
وهذا شيء معروف. صفقه التمديد صفقه التمديد انه خلص صارت واضحه. طيب جاوبنا اليوم الرئيس بري انه لا عاد انا ماني زعلان، والبرهان على ذلك قدمت ترشيح. موضوع الانتخابات الرئاسية، أستاذ وليد جنبلاط عنده مرشح توافقي وهو يؤكد على التوافقية، حضرتك مرشح تقول بأنك وفاقي، إلى أين توصلتما بهذا الموضوع؟ هذا الموضوع الوحيد يلي ما حكينا فيه اليوم. وليد بيك ما اقتنعت بعد أنه الجنرال عون هو مرشح توافقي؟ لا، مقتنع أنه الجنرال عون عنده حيثية أساسية في الترشح، وما فينا ننكر حيثيته الوطنية بالترشح. بهذا الموضوع ما حكينا فيه، أنا بوافق العماد عون، ما حكينا بالموضوع الرئاسي، حكينا بمواضيع بتهم أمن الوطن والوحدة الوطنية وأهمية التنسيق بيننا وبين العماد عون، وكان اتفاق مشترك على غالبية النقاط، وهذا مش زيارة مجاملة، التنسيق باقي والتنسيق مستمر. الوضع الإقليمي كان طاغيا في لقاء عون جنبلاط، لا سيما أن الأخير متخوف مما وصفه بمغامرة الحرب على داعش، مغامرة يعتبر جنبلاط أنها غير محسومة النتائج في ظل غياب كل من روسيا، إيران، تركيا وسوريا عن التحالف الدولي. هذا التحالف منقوص إذا لم يكن تحالف ضد داعش مستكمل تحت بند الفصل السابع، هذا تحالف منقوص، بتكون مخاطرة على لبنان الدخول في هذا المحور. وكالعادة خص الجنرال مستضيفه بكتاب، هذه المرة من تأليفه. كتاب؟ شوف كتاب جنرال لهديته لأستاذ ولد رؤيتي للبنان. كتاب حضرتك. غادر عون الدار الجنبلاطية حيث رفض البيك الغوص في أي تفاصيل داخلية، مكتفيا بما قاله في حضرة الجنرال، سؤال واحد لا يمانع الاستفاضة فيه، الخطر الداعشي. هنا يقف بمعية نجده تيمور قائلا، الحرب على داعش مغامرة، لكنهم باتوا على حدودنا اللبنانية، لا خيارات متاحة أمامنا سوى الدخول في قلب المعركة، متخوفا من الحرب الطويلة. وافق مجلس النواب الأمريكي على الخطة التي أعدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول دعم وتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. الخطة التي لا تزال تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ صوت لصالحها 273 نائبا في مقابل معارضة 156 صوتا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يؤشر إلى أن الكونغرس الأمريكي ليس موحدا خلف أوباما في حربه على الدولة الإسلامية. هذا وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن مواجهة داعش تتطلب قدرات أمريكا الفريدة لمساعدة دول المنطقة في هذا الجهد، مشيرا إلى أن دولا أوروبية عدة تساعد في العمليات ضد داعش وأظهرت دعما للحكومة العراقية، وتوجه إلى داعش بالقول إن هددتم الولايات المتحدة الأمريكية لن تجدوا ملاذا آمنا وسوف نعثر عليكم. لم يتم تحديد مؤامرة ضد أمريكا بشكل خاص، ولكن تنظيم داعش يشكل خطرا على الشعوب في سوريا والعراق، وعلينا أن نلاحق الإرهابيين في هذين البلدين. إن قواتنا لن يكون لها مهام قتالية في العراق، ولن نخوض حربا برية جديدة فيه، سنقود تحالفا عالميا ضد داعش، وبعض الدول ستساعدنا في الضربات الجوية. على العراقيين أن يتحملوا الجانب الأكبر من هذه المعركة. أمير قطر يؤكد خلال زيارته ألمانيا أن بلاده لا تمول أي منظمة إرهابية لا في سوريا ولا في العراق. باستعراض لحرس الشرف، استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في أول زيارة رسمية له لألمانيا. الأمير القطري نفى في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل أن تكون بلاده تمول أي من المنظمات الإرهابية في سوريا. طبعا إطلاقا قطر لن تدعم أي منظمة أو أي مجموعة متطرفة سواء في سوريا أو في العراق، ففي الأساس لا يوجد أي دعم، أي نوع من هذا الدعم لكي قطر توقف هذا الدعم. أما بخصوص بعض المنظمات أو بعض المجموعات التي بعض البعض
يسميها متطرفة لأسباب سياسية داخلية، ولكن قطر ترى أن ربما بعضها ليس بالمتطرفة، ولكن ما يحدث في العراق وفي سوريا نعم هناك تطرف وهناك إرهاب من دولة والمجموعات متطرفة، ولكن في بعض الدول مثل ما ذكرت أن في بعضها يستخدمها لأغراض داخلية، ولكن قطر لن تدعم ولا في تاريخها دعمت أي منظمة إرهابية تقوم بقتل المدنيين لأراهم الشخصية. ميركل من ناحيتها قالت أن الشيخ تميم أكد لها أن أمن بلاده على المحك أيضا في الحرب على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، وأنه ما من سبب لديها لكي لا تصدق ما قاله الأمير. ألمانيا ستبث صادرات السلاح الألمانية إلى قطر على أساس كل حالة على حدة، وسنعزز التعاون في قطاع الطاقة في السنوات المقبلة، وقد جرى اتخاذ خطوات أولى في مجال الغاز الطبيعي المسال. وتأتي زيارة أمير قطر لبرلين بعد بضعة أيام من دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حلفائه العرب إلى المشاركة في حملة عسكرية منسقة على تنظيم داعش. تنظيم داعش يختفي تكتيكيا من الرقة، والمعارك تستمر في مناطق عدة في سوريا. تكبير تكبير تكبير. الدولة الإسلامية تختفي في معقلها في سوريا، هذا ما أكدته وكالة رويترز التي قالت إن التنظيم اختفى مذ أجاز الرئيس الأمريكي باراك أوباما توجيه ضربات إليه في سوريا، فما عاد عناصر داعش يظهرون في الشوارع، وأعاد التنظيم نشر أسلحته ومقاتليه. ففي الرقة مثلا أكد عدد من السكان أن الجماعة تنقل معدات كل يوم، وقد أخلت المباني التي كانت تدير منها شؤونها، كما أخرجت أسر المقاتلين من المدينة. وأضافت رويترز إن التنظيم حد من ظهوره الإعلامي، فتوقف ناشطوه عن الرد على الأسئلة التي كانت ترد على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلق الكثيرون منهم حساباتهم. ونقلت الوكالة معلومات تؤكد وجود خلايا نائمة لداعش، وأن هذا الاختفاء إنما هو تكتيك تتبعه المنظمة وتحاول أن تحيط استراتيجيتها بأكبر قدر ممكن من الغموض. فهم حين واجهوا ضربات جوية أمريكية في العراق تركوا أسلحتهم الثقيلة التي تجعلهم أهداف سهلة، وحاولوا الاندماج بسكان المناطق المدنية. في شأن الميداني، استهدف الطيران الحربي مدينة تلبيسة في ريف حمص اليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا من بينهم طفل وسبع نساء وعدد من مقاتلي المعارضة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما يرفع عدد القتلى في تلبيسة من جراء الغارات إلى أكثر من 50 قتيلا في يومين. واستمرت المعارك العنيفة بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة والجيش السوري من جهة أخرى في حي جوبر في دمشق، وسط قصف عنيف تتعرض له مناطق في الحي. وكذلك دارت اشتباكات في حي جمعية الزهراء غرب حلب، في حين استهدف الطيران المروحي المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال عدد من المواطنين من تحت أنقاض عدد من المنازل، ومن بينهم طفل. مقتل العشرات من مسلحي الدولة الإسلامية في غارة على الضلوعية، ورئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارتن ديمسي يلمح إلى احتمال تنفيذ دور بري في مواجهة داعش. قتل 26 مسلحا من تنظيم داعش، بينهم المسؤول عن جريمة سبايكر، بضربات جوية استهدفت مواقع لهم شمال الضلوعية، وذلك وفق ما أفاد مصدر في قيادة عمليات سمراء. وفي شمال بابل، أعلن رئيس اللجنة الأمنية بدء عملية أمنية واسعة لتحرير مناطق ناحية جرف الصخر من تنظيم داعش. واستعادت قوات البشمرجة الكردية السيطرة على 7 قرى في شمال العراق بعد طرد مسلحي التنظيم منها. وأشار مسؤول عراقي إلى أن الاشتباكات تخللها قصف مكثف بالصواريخ وقذائف الهاون، وأكد أن المقاتلين فخخوا عددا من المنازل قبل خروجهم منها، فيما جرى تحرير عدد من القرى بينها حسن شام وسويدان بعدما فر مسلح داعش منها. وتتقدم قوات البشمرجة باتجاه مدينتين يسيطر عليهما تنظيم داعش وتقطنهما أغلبية مسيحية شمالية البلاد. هذا وعقد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مؤتمرا صحفيا أشاد فيه بالتحالف الدولي لمواجهة داعش، قائلا: حتى الآن لا نعرف إذا ما كانت ستقتصر ضربات الموجهة إلى تنظيم داعش على الغارات الجوية. اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي تم وضعها واللي صوت عليها البرلمان العراقي، وأيضا تفاهمات جديدة يمكن أن تحصل بشأن طبيعة العمليات العسكرية التي تجري على الأرض، هل ستقتصر فقط على الضربات الجوية، هل هناك عمل عسكري ميداني يمكن أن يكون، هذا خاضع للتطورات.
الأمنية والتطورات العسكرية والسياسية. سياسيا، لفت رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارتن ديمسي إلى احتمال اضطرار القوات الأمريكية إلى أداء دور بري أكبر في العراق عند تصديها لمقاتلي تنظيم داعش. كلام ديمسي جاء في شهادة أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة إلى جانب وزير الدفاع تشاك هيجل. وعرض ديمسي سيناريوهات منها مرافقة قوات أمريكية لقوات عراقية أثناء هجوم معقد مثل معركة لاستعادة مدينة الموصل. وفي إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة، التقى وفد حكومة أقليم كردستان عددا من أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بهدف تسليط الضوء على آخر التطورات والتحديات التي يواجهها أقليم كردستان. وحث الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين في الإقليم. بعد الفاصل، لا صفقة للتمديد تحت الطاولة. اللواء جميل السيد يفوز بالدعوى ضد السفير السابق جوني عبدو، ومحكمة باريس الجزائية تغرم عبدو مبلغا قدره 15,000 يورو لمصلحة السيد كتعويض شخصي عن العطل والضرر الذي ألحقته به الافتراءات التي صدرت عن عبدو. تقرير نانسي السبع. 9 سنوات مرت على جريمة العصر، 9 سنوات وألسنة الاتهام لم تنكفئ. اليوم سقط مصطلح الاتهام السياسي بضربة قاض، ومن حفر يوما اتهاما لأخيه في المواطنة وقع فيه، فقد صدر الحكم من محكمة باريس الجزائية الغرفة 17 في الدعوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام ضد السفير السابق جوني عبدو بجرم التشهير والقدح والذم من خلال توجيه اتهامات كاذبة إلى اللواء السيد بخصوص دوره المزعوم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك في إطار مقابلة صحفية أجرتها مجلة الصياد اللبنانية مع السفير عبدو عام 2008. ادعى فيها أنه هو بيملك معلومات من مدعي التمييز سعيد ميرزا أنه الضباط متورطين وجميل السيد متورط، وأنه عنده تقرير كمان بحوزته أنه جميل السيد بعد الاغتيال بيوم أو يومين اغتيال الحريري قال أنه طولوا بالكم يومين ثلاثة تنسى العالم الجريمة وبترجع مثلها مثل غيرها. فلما قدمت الدعوة عليه أنا بفرنسا، قدمتها على أساس أنه بلبنان كان القضاء منحاز وكانت السلطة السياسية ومتى أنه تيار المستقبل وحلفائه يلي ماشيين ضد رفيق الحريري بمؤامرة شهود الزور، وبالتالي ما فيك تاخذ منهم حقه باطل. فقدمت الدعوة أنا وبالاعتقال مش عارف حالي أني طالع أو لا. قيمة للحكم هيدا معنوية، وعنوانها أنه ثبت للمحكمة أن جوني عبدو عندما اتهم جميل السيد فيما يختص دوره في اغتيال الحريري كان كاذبا وكان مفتريا في الوقائع التي لم يستطع أن يثبتها لا للمحكمة ولا للرأي العام. هي بالكذب، هيدا الهدف تبع الحكم، يطلع بهالشخص شهادة علنية من مرجع ما بيقدروا يتهموني انه صحابي بفرنسا او المحكمة صحابي. رحنا على سوريا تشكينا على شهود الزور من 3 سنين 4 سنين وطلعوا مذكرات توقيف بكل الفريق تبع شهود الزور، قالوا راح على سوريا لانه صحابه. ولأن من كان يوما مدير استخبارات لا يمكنه أن يتهم من دون دليل ولا مستندات، فغلطة جوني عبدو بألف، لا سيما أن غريمه ابن الكاري نفسه. إذا بتريدي منه اتهام سياسي، كانت جريمة سياسية. الاتهام سياسي أنه أنا أقول نانسي السبع ورا هالقصة هيدي، هيدا اتهام سياسي. بس أنه جيب أنا شاهد زور ولبسك القضية كنانسي السبع بطل اتهام سياسي. ما فعله فريق تيار المستقبل سعد الحريري فريق حلفائهم أنه جابوا شو الزور ليثبتوا الاتهام السياسي، وبالتالي ذهبوا أبعد وارتكبوا جريمة. السيد يضع القانون نصب عينيه، ولأن صاحب الحق سلطان يقول صحيح أنا ابن البقاع لكنني لا أتصرف على قاعدة الثأر العشائري. يعني أنا مش حامل السيف وراكد بقدر بدي فقط مش الناس تقتنع، بدي أصحاب العلاقة اللي تورطوا بالموضوع يقولوا يا خي، مش إنه يعتذروا، يقولوا نحن أخطأنا في هذا الملف، نحن أخطأنا تجاه الضباط في هذا الملف. وإذ يؤكد السيد أنه سيركن يوما ما إلى القضاء اللبناني يقول براءتي باتت حكما مبرما، أما هم فسيتهمون ولو بعد حين.
بري يرفض الكلام عن صفقة في التمديد. كتلة المستقبل لن تشارك في انتخابات نيابية قبل انتخاب الرئيس. وأخبار أخرى في بانوراما محلية لرونا حلبي. عقب اجتماعها الأسبوعي أكدت كتلة المستقبل النيابية أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما أن إجراء انتخابات نيابية في ظل هذا الشهور سيشوبه عيبان أساسيان، أولهما دستوري من خلال الفراغ المحتم الذي سيحصل في حال إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس، والثاني يتمثل في تزايد المخاوف الأمنية. يجب أن يكون واضحا أن الترشيحات التي تقدمت بها الكتلة هي على أساس أن انتخاب رئيس الجمهورية هو شرط مسبق لإجراء الانتخابات النيابية، وعلى أمل أن يكون هذا الانتخاب قد تم قبل حلول موعد الانتخابات النيابية. نقل النواب عن الرئيس نبيه بري قوله إن الأجواء أفضل وهناك تقدم في موضوع الجلسات التشريعية، آملاً في الوصول إلى نتائج إيجابية لاستئناف العمل التشريعي للمجلس انطلاقاً من درس وإقرار الأولويات المعروفة. كما نقل النواب عن الرئيس بري أن موقفه من موضوع التمديد غير قابل للمقايضة والمساومة، رافضاً الكلام عن صفقة في هذا الصدد تحت الطاولة، وقال إن موقفنا دائماً واضح من كل القضايا والملفات ولن نغير من نهجنا. نحن مع إجراء الانتخابات ورافضين للتمديد تحت أي ستار، ونحن اللي نشوفه أنه اليوم الظروف يمكن تكون مؤدية أفضل من السنة الماضية على المستوى الأمني، وما بيجوز تمديد لمجلس معطل ومشلول. يعني كل الحكي أو الكلام اللي عم ينحكى أو في بعض الحكي أنه ممكن عم يتم هيك صفقات معينة تحت الطاولة بموضوع التمديد، نحن الموقف الواضح والصريح، نحن ككتلة تنمية وتحرير في حال صار في جلسة عامة لبحث موضوع اقتراح قانون يكون حدا مقدمه بموضوع التمديد، نحن سنصوت ضد التمديد. استقبل رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد وفدا من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسان عبد الله، حيث جرى البحث في المستجدات اللبنانية والعربية. وعقب اللقاء قال مراد إننا مقدمون على الإعلان عن صيغة اللقاء الوطني ليكون له دور على الصعيد السياسي، وأيضا في الحث على العودة إلى الخطاب المعتدل الذي يتحدث بلغة عربية وليس بلغة طائفية. لدينا كل الثقة بأن لدى هذه الأمة من الإمكانيات والقدرات ما تستطيع أن تتصدى لكل هذه الهجمات الأمريكية والغربية والصهيونية، وقد جربنا بالمرحلة السابقة بأن هذا الغول الذي يقال بأنه لا يقهر قهرة. شهد مركز تجديد إقامات النازحين السوريين في سرايا طرابلس لليوم الثاني على التوالي إقبالاً غير مسبوق، حيث اصطف المئات من النازحين الراغبين في تسوية أوضاعهم بعد إعفائهم من الرسوم في طوابير داخل السرايا وأمام الأبواب الرئيسة، ما أدى إلى زحمة سير خانقة على الأوتوستراد الرئيسي عند مدخل السرايا وصولاً إلى ساحة عبد الحميد كرامي. سرايا صيدا الحكومية شهدت أيضاً إقبالاً كثيفاً لمئات النازحين السوريين من أجل تجديد إقاماتهم، مستفيدين من قرار العفو وشاكرين للدولة اللبنانية هذه الخطوة. أولم النائب ميشيل المر على شرف وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور جان جيرمان في دارته في الرابية بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية واجتماعية، وألقى المر كلمة أشار فيها إلى أن اللقاء يؤكد الدعم المستمر والمتجدد الذي تقدمه فرنسا إلى لبنان. الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي يساعدان على الخروج من هذه الأزمة الخطرة الناتجة من حروب الآخرين وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، والمؤسف حتى الآن أن لا حوار جادا قائما ولا استقرار. نأمل أن يتضاعف دعم فرنسا للبنان في هذه المرحلة الدقيقة. نحن نفتخر بالجيش اللبناني وبتضحياته وبعمله المستمر من أجل الحفاظ على لبنان واستقراره، وكنا نتمنى أن يكون لديكم رئيس للجمهورية، فهذه رغبة الرئيس فرانسوا هولاند الحريص على لبنان وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وبالنسبة للموضوع العسكري وتحديدا $3 مليارات، فهو أمر قائم وجاد ومستمر، وأنا في موقع التنسيق بين القيادات العسكرية والجهات المعنية.
وصف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الحلف الدولي ضد الإرهاب بحلف نفاق أكثر منه حلف مواجهة، ورأى بعد استقباله وفدا من حزب الله ضم محمود قماطي وعلي الظاهر أن ما جرى في جدة هو بداية نفاق في موضوع الإرهاب. نحن وكل الأخوة في هذا المحور، محور المقاومة، لنقول بأن أي محاولة لاستهداف سوريا أو الجيش السوري من خلال هذا الحلف يعني بأنها تفجير لكل المنطقة. بكل صراحة، أي اعتداء على سوريا أو الجيش السوري هو اعتداء على كل دول المقاومة في هذه المنطقة وخارج هذه المنطقة. لذلك هنا يجب أن يحسب الجميع الحساب في هذا الموضوع، ويجب أن لا يحور أحد قرار مجلس الأمن في مواجهة الإرهاب باتجاه آخر، لأنه عندها سيكون هناك اعتداء، كذلك اعتداء إرهابي من قبل هذا الحلف الذي تكون مؤخرا. وقال وهاب إن المقاومة جاهزة إلى جانب الجيش لمواجهة أي خطر على لبنان، إسرائيليا كان أم تكفيريا. أعلن وزير التربية الياس بوصعب بدء المرحلة الثانية من التسجيل في المدارس الرسمية التي سيسمح فيها للطلاب غير اللبنانيين بالتسجيل، في انتظار المرحلة الثالثة المخصصة للطلاب السوريين الذين نزحوا إلى لبنان في السنتين الأخيرتين. وشدد بوصعب عقب اجتماعه برابطة معلمي التعليم الابتدائي الرسمي على أن زيادة الرسوم المدرسية عشوائيا في المدارس الرسمية والخاصة غير مقبول، ووجه إنذارا أخيرا إلى المدارس والجامعات غير المرخص لها. يعني اللي سمعته اليوم بطمئن الأهل، بطمئن الطلاب، بطمئن التلاميذ، راح يكون في عنا عام دراسي سليم، راح يكون في أقل عدد ممكن، إذا طبعا نحكم أنه نقول 100% أقل عدد ممكن من تسكير، إلا إذا اضطرينا يوم أو يومين خلال السنة. بس حسب ما عم بسمع وحسب ما فهمت منهم، التحرك بيكون خارج نطاق الدوام، والمدارس راح بتكون ماشي بشكل سليم، والطلاب مدعوين ليروحوا على التسجيل بأسرع وقت ممكن، لأنه نحن بدنا نبلش العام الدراسي ب 22 أيلول. الحزب الشيوعي يحيي ذكرى انطلاق أولى رصاصات جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول في تجمع عند صيدلية بستروس. يعبرون الجسر في الصبح خفافا. الحادي والعشرون من أيلول عام 82، جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وجدت لتنتصر وستنتصر. من هذا المكان انبثق فجر الأمل، وفي هذا المكان عدا واجتمع أهل البيت الشيوعي على تناقضاتهم واختلافاتهم وخلافاتهم، وعادت جمول فجمعتهم ولو لساعات في موقع انطلاق أولى عملياتها ضد جنود العدو. هنا اجتمعوا يحيون ذكراها، يتذكرون مراحلها وهي التي دحرت العدو الإسرائيلي وأخرجته من عاصمة الوطن. عند صيدلية بستروس استذكروا الشهداء وأكدوا أنهم على الوعد باقون، وأن رجال جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية لا يزالون هنا، جيل قديم يناجي جيلا جديدا لتكمل المسيرة. نحن الذين قاومنا الاحتلال مستعدون اليوم للقول بأن جمولة ليست في من الماضي، فكما أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي وطفراته الداعشية موجودة وتشكل خطراً على بلداننا وعلى لبنان، وكما أن النظام الطائفي لا يزال يشكل عدواً لشعبنا ولكياننا الوطني، ما دام الأمر كذلك فجمول حاضرة من الماضي باتجاه المستقبل. يعبرون الجسر في الصبح خفافا، تضلع امتدت لهم جسرا وطيب. يعبرون الجسر في الصبح خفافا. وبعد الكلمات حمل المشاركون مشاعلهم وأعلامهم الحمر وتوجهوا إلى الوردية مكان استشهاد جورج قصابلي ومحمد مغني خلال تصديهما لدبابة إسرائيلية، ووضعوا إكليلا من الزهر أمام اللوحة التذكارية. بعد الفاصل، عمر الشيشاني وداعش.
كوسوفو اعتقلت الشرطة 15 شخصا بينهم عدد من الأئمة في ثاني عملية كبيرة تنفذ في أسابيع لوقف انضمام الشبان إلى المقاتلين المتشددين في سوريا والعراق. ذكرت وسائل أعلام محلية أن إماما بارزا للجامع الكبير في العاصمة بريشتينا هو من بين المعتقلين، إضافة إلى زعيم حزب سياسي ذي جذور إسلامية. وجاءت هذه العملية بعد اعتقال 40 شخصا الشهر الماضي بتهمة مشاركتهم في القتال في العراق وسوريا أو تجنيد متشددين. وثمة مخاوف من زحف التطرف إلى صفوف السكان المسلمين في دول أخرى في البلقان. ويعتقد مسؤولو استخبارات في كوسوفو أن ما بين 100 و200 من مواطني البلاد يقاتلون في العراق وسوريا. من هو عمر الشيشاني الذي يعول عليه تنظيم داعش؟ في الوقت الذي تعمل واشنطن لإنشاء تحالفها الدولي لضرب تنظيم داعش وتعيينها الجنرال جون ألن منسقا عاما لذلك التحالف، برز في صفوف المناصرين لداعش اسم عمر الشيشاني، القائد العسكري الذي يعول عليه التنظيم في إدارة العمليات العسكرية الكبرى على الأرض للتصدي للقوات المهاجمة في سوريا والعراق. فمن هو عمر الشيشاني؟ ترخان باتريشفيلي المعروف في سوريا والعراق بالاسم الحركي عمر الشيشاني، ولد في وادي بانكسي شمالي شرقي جورجيا عام 86 وينحدر من أصول شيشانية. لا يملك رصيدا جهاديا كبيرا إلا أن نجمه لمع سريعا ليصبح القائد العسكري الأبرز في التنظيم بعد أشهر من مبايعته له وانضمامه إلى صفوف مقاتليه. خبرته القتالية لا تتعدى بضع سنوات وتعود إلى خدمته العسكرية الإلزامية في الجيش الجورجي بين عامي 2006 و2007، وبعدما أتم خدمته في أبخازيا المتنازع عليها بين روسيا وجورجيا وقع في مطلع عام 2008 عقدا للانضمام إلى الجيش الجورجي مجددا ليشارك بعد ذلك في المعارك التي دارت بين الأخير والجيش الروسي في حرب عام 2008. في عام 2010 سجن بتهمة شراء السلاح وتخزينه وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وأطلق سراحه قبل انقضاء مدة حكمه لتدهور حالته الصحية. وبعد خروجه من السجن توجه إلى سوريا للقتال في صفوف المعارضة ضد النظام السوري، ورأس ما يسمى جيش المهاجرين والأنصار، وهو فصيل إسلامي كان يضم مقاتلين أجانب معظمهم من الشيشانيين قبل أن يبايع عمر تنظيم داعش في أواخر العام الماضي، ليتحول سريعا إلى القائد العسكري الأبرز فيه ويعين مسؤولا عسكريا للمنطقة الشمالية التي تشمل أجزاء خاضعة لسيطرة التنظيم في شمالي العراق وشمال شرق سوريا. ويؤكد أنصار الشيشاني أن مبايعة الشيشاني للتنظيم هي بيعة حرب، أي أنه يتوحد معه بحكم العدو المشترك وليس هو بيعة إمارة تتبنى المنطلقات الفكرية وأهداف التنظيم. يذكر ناشطون إعلاميون معارضون شرقي سوريا أن الشيشاني قاد الحملة العسكرية التي شنها تنظيم الدولة للسيطرة على منطقة الوكمال السورية الحدودية مع العراق. وقال ناشطون سوريون أن الشيشاني قاد مقاتلي التنظيم في آب الماضي في معركة السيطرة على الفرقة 17 بريف محافظة الرقة شمالي سوريا، واستولى التنظيم فيه على عدد من الطائرات الحربية وأعدم وذبح نحو 350 عنصرا من قوات النظام في ذلك المطار. وظهر عمر في تسجيل مصور بمرافقة أبو محمد العدناني الناطق الرسمي باسم داعش، وأعلن معا إزالة الحدود بين سوريا والعراق التي وصفها بحدود الذل. أقدم ركاب طائرة باكستانية كانت تستعد لرحلة داخلية بين مدينتي كراتشي وإسلامباد على طرد وزير الداخلية الباكستاني السابق رحمان مالك من الطائرة لأنه سبب تأخير أقلاعها مدة ساعتين، مدعيا أن عطلا فنيا كان وراء تأخرها وليس هو السبب. وكان على متن الطائرة 150 راكبا انتظروا وصول الوزير ساعتين كاملتين. ولدى صعود الوزير الطائرة نشب جدال عنيف بينه وبين الركاب الذين طالبوا بمغادرته الطائرة، فاضطر إلى الرضوخ لمطالبهم بعد تدخل أفراد الأمن الذين أقنعوه بذلك حفاظا على أمن الطائرة.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتاتين منقبتين أعجبت كلتاهما بقطعة ملابس واحدة معروضة للبيع، ولم تتنازل أي منهما للأخرى عن تلك القطعة الثمينة، فدخلتا في معركة وصلت إلى التضارب وإلقاء إحداهما الأخرى أرضا أمام المتسوقين والباعة في المحل. وانتهى الفيديو الذي لا تتعدى مدته 30 ثانية بانتصار الأقوى التي بدت وكأنها فازت بغنيمة، فيما خضعت الفتاة الخاسرة للأمر الواقع، وكان المشهد أقرب إلى المصارعة الحقيقية. إلى صحف الخميس 18 أيلول والعناوين. البداية مع النهار: أوباما لن نخوض حربا برية في العراق، النواب الأمريكيون أقروا تسليح المعارضة السورية. الشيخ تميم: قطر لم ولن تمول منظمات إرهابية في سوريا والعراق. سفراء أوروبا: الانتخابات ستربك الجيش على جبهات متوترة، الأقساط المدرسية تضغط على الأهالي والرقابة غائبة. اسكتلندا تحسم مصير المملكة المتحدة اليوم. في السفير: المشنوق يحذر من الجنون، وقهوجي يؤكد عزل جردي عرسال، وضع طرابلس مقلق وملف العسكريين يتحرك. الإيرانيون يسبقون الأمريكيين إلى تنظيم الحرب، أوباما يحسم قراره لا اصطدام مع الجيش السوري. لندن على أعصابها، انفصال أم مساكنة مع اسكتلندا. ننتقل إلى عناوين الأخبار. لبنان يتوقف عن استقبال النازحين بدءا من مطلع الشهر المقبل. الحريري: لا انتخابات وليكن الفراغ. محور المقاومة لواشنطن: وإن عدتم عدنا. أحرار الشام في مهب الصراعات الإقليمية، خشية تركية من الحضن القطري. بواب الفرح يترجل، مخول قصوف الأغنية الملتزمة تبكي رائدها. في صحيفة الأنوار: عون وجنبلاط ضد التمديد للبرلمان، والحريري مع انتخاب الرئيس أولا. مسلحون خطفوا جنديا في عرسال. ولي عهد أبو ظبي للسيسي: ندعم جهودكم في مكافحة الإرهاب. عشرات القتلى في الغارات على حمص ودومة. إلى الديار: أوباما اجتمع مع جنرالاته وساعة الصفر للحرب خلال أسبوع. داعش يهدم المراكز الدينية والأثرية ويدمر قلعة صلاح الدين الأيوبي. الحريري: لن نشارك في الانتخابات النيابية قبل الرئاسية. تقارب بشأن درجات السلسلة بين 8 و14 أذار. توقيفات لعناصر من النصرة في قرى علي. لا حلول للكهرباء. داعش يهدد بقتل جندي لبناني آخر. في المستقبل: مرجع عسكري يوضح للمستقبل إجراءات حظر الوقود عن الجرود، وعون يهدي جنبلاط رؤيتي. الحريري يقاطع الانتخابات النيابية، الرئاسة أولا. مجلس النواب الأمريكي يوافق على تسليح المعارضة السورية وتدريبها. أوباما: لا ملاذ آمنا لداعش. في البناء: عون وجنبلاط للانتخابات، والحريري ليأتوا لانتخاب الرئيس أولا. بري: فليمددوا بدوني والتشريع أولا. استراتيجية أوباما الفارغة تفضح نواياه. أوباما ينفي فكرة التدخل البري في الحرب ضد داعش. مارجيلوف: سياسة واشنطن سبب الإرهاب في المنطقة. اللواء عنونت: التمويل يسرع تشريع الضرورة، وداعش تهدد بقتل جندي. الحريري: لا مشاركة بالنيابية قبل الرئيس. جنبلاط يحذر من انضمام لبنان إلى حرب داعش. عشرات القتلى بهجمات جوية وبرية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. أوباما: لعدم نشر قوات برية. ولندن للمشاركة بضربات جوية. إلى صحيفة البلد: طبخة التمديد على نار التشريع والرئاسة في الانتظار. قطر تطمئن ألمانيا وواشنطن: لن نخوض حربا برية. دمشق تتهم تركيا باحتضان الإرهاب. في الجمهورية: الحريري: لا انتخابات قبل الرئاسة. الرئاسة ليست ثالثهما. المر بالوفاق نخرج من الأزمة. داعش تستعد للضربات الأمريكية في سوريا. إلى الحياة: الجنرال آلن يوقظ الشبكة الاستخبارية ويتجنب نشر المستشارين في مناطق الجماعات الشيعية. أحياء قسم التنسيق مع العشائر والمصالحة في العراق. أوباما تحدث عن تحالف يضم 40 دولة، وحلفاء المعارضة ينسقون في نيويورك. الخطة الأمريكية جاهزة للتحرك قريبا ضد داعش في سوريا. المسلحون يقطفون جنديا من أبناء البلدة، والمستقبل تنتقد الحملة على الحكومة والمؤسسة العسكرية. الجيش يمنع المحروقات عن جرود عرسال. نختم مع عناوين الشرق الأوسط.
الشيخ تميم في برلين لم ولن نمول التنظيمات الإرهابية. البحرين تهدد قطر بإجراءات معاكسة لتجنيس مواطنيها. البنتاغون يكشف عن أن نصف الجيش العراقي غير مؤهل كشريك لقتال داعش. أوباما لن نقوم بقتال بري أو بالمهمة نيابة عن العراقيين. والآن تذكير بعناوين النشرة. الحريري: لن نشارك في الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس. عون يقدم لجنبلاط رؤيته للبنان. لا مقتنع أنه الجنرال عون عنده حيثية أساسية في الترشح. السيد ينتصر على غريمه. كان كاذبا وكان مفتريا. الجيش يعزل عرسال عن جرودها ويقيم الحواجز. أوباما: قواتنا لن تقاتل في العراق. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. التلفزيون ما في مجال للغلط ابدا، العرض يستمر. منجرب دايما نجس نبض الناس، شوف شو بدهم، شو عبالهم يشوفوا هالاسبوع، مين ناطرين ضيوف. خلف الشاشه كلنا بشر، كلنا منعيش مع احلام.